عاد المفتي هتك نساء الأرض حلالا إلا الأربع مما يأتي أمي أختي امرأتي بنتي كل الإرهاب مقاومة إلا إن قاد إلى موتي نسخ بيوت الناس جهاد إن لم ينسف معها بيتي التقوى عندي تتلوى ما بين البلوى والبلوى حسب البخت إن نزلت تلك على غيري خنقت صمتي وإذا تلك دنت من ظهري زرعت إعصارا في صوتي وعلى مهوى تلك التقوى أبصق يوم الجمعة فتوى فإذا مست نعل الأقوى فإذا مست نعل الأقوى ألحسها في يوم السبت الوسطية ففتي أعمال الإجرام حرام وحلال في نفس الوقت هي كفر إن نزلت فوق وهدى إن مرت من تحت هو قد أفتى هو قد أفتى وأنا أفتى العلة في سوء البذرة العلة ليست في النفس والقبح بأخيرة الناحت ليس القبح بطين النحت والقاتل من يضع الفتوى بالقتل وليس المستفتي وعليه سنغدو أنعاما بين سواطير الأحكام وبين بساطير الحكام وسيكفر حتى الإسلام إن لم يلجم هذا المفتي إن لم يلجم هذا المفتي. مصلحة كبيرة جدا تضيع هذه المصلحة من أجل نفسها، بس هذا حيقتل كمان.